السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، حاليا في ولاية ويست فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ستون وول ريزورت، منتجع ستون وول. المنطقة جميلة، الجو رائع جدا. خلايا الإنسان عندما يبدأ نمو الطفل، يعني جنين بداخل رحم الأمة، يتكون من خلية واحدة، يعني أول بداية خلق الإنسان مجرد يبدأ من الجنين بدايته يبدأ من خلية واحدة، ثم تنمو الخلايا إلى أعداد هائلة جدا. عند وقت الولادة يكون مكون من حوالي 50 إلى 70 تريليون خلية، والإنسان البالغ يتكون من نسبة 100 تريليون خلية. وبداخل كل خلية واحدة تتكون من 100 تريليون ذرة، أي نواة. طبعا دورة الخلايا، الإنسان، صحة الإنسان، صحة الشاملة، يعني الجسدية، يعني جميع الأمراض والبدانة تقع في جانب الجسدية. العاطفية، أي الهرمونات، تتحكم في الإنسان من حيث التفكير، من حيث السيطرة على المزاج، وكل التصرفات وكل شيء في جسم الإنسان يتحكم من خلال الهرمونات. هي تتحكم في أعصابنا، في تأقلم مع الأوضاع وإلى كل شيء هذا. وكذلك الجانب العقلي، أي استخدام العقل اللاواعي، استخدام الخلايا الدماغية في عملية التفكير وجمع تخزين المعلومات والدقة، التركيز وزيادة الإنتاجية، كل هذا الجوانب العقلية. من ثم الجوانب الروحية، صلة الإنسان بالرحمن بالخالق، ومن ثم تعامل الإنسان مع الآخرين وفهم بأن كل إنسان يتميز فيما ينتمي إليه، هذا جانب الروحي. طيب، موضوع الخلايا، هذه الخلايا يوميا تتساقط وتنمو نفس العدد، يعني بمقصود الإنسان يفقد ما بين 50 إلى 70 مليار خلية بشكل يومي، كل يوم. وطبعا تنمو خلايا جديدة لتحل محل خلايا الميتة، وهناك تكتمل دورة الخلايا. فلما الإنسان وقت قطع أنفاسه، وقت الوفاة، الإنسان خلاص تتوقف دورة الخلايا، يعني لا توجد خلايا جديدة تنمو تحل محل الخلايا الميتة، فدورة الخلايا تتوقف عند الإنسان وقت خلاص قطع أنفاسه. ولذلك صحة الإنسان تعتمد على دورة الخلايا، وبالتالي الخلية عندما تتأثر يحصل لها تأكسد، oxidation of the cells، تأكسد الخلية. هذه عملية التأكسد، يعني تأكسد مقصود عندما تأخذ مثلا الحديد يتعرض في الجو وبالتالي يبدأ يتصدع، وبالتالي الخلايا يوميا تتأكسد نتيجة ل التمثيل الغذائي، عملية هضم الأطعمة، وكذلك من عند الإصابة بمرض أو التهاب يحصل طبعا تأكسد عدد كبير من الخلايا. لذلك يوميا الإنسان يمر بهذه العملية، يعني تموت الخلايا وتنمو خلايا جديدة. لذلك كل خلية تعتمد على وقود طبيعية أساسية، وهذه الوقود هي جميعها نفس الوقود التي بدأ فيها الإنسان خلقه وتكوينه بداخل رحم الأمة، وجميعها من خلال الماء الساخن، أي الماء والطاقة والهيدروجين والأكسجين. كل خلية تعتمد على هذه العناصر المغذية حتى لتبقى صحية، ومن ثم تكتمل دور الخلايا. هذا فقط مختصر، طبعا الموضوع أطول من ذلك، لكن مقتصر فقط أن كيف لدور الماء الساخن، برنامج الصحي والعلاجي لماء ساخن لدورة الخلايا، اكتمال دور الخلايا
حل محل الخلايا الميتة وتنمو خلايا جديدة. هذا مهم جدا، ونسأل الله تعالى التوفيق لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرجى التكرم بالآتي: تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاصة للدكتور فارس الحجري، نشره على معارفك ليستفيدوا كذلك، تسجيل ملاحظاتك سواء كانت سلبية أو إيجابية ليستفيدوا الآخرين. فالحياة مدرسة لا نهاية لها من العلم، فهناك كل يوم علم جديد نتعلم جميعا، فالملاحظات السلبية تساعد على التحسين والتطوير وتحقيق المزيد من العلم، بينما الملاحظات الإيجابية فهي جرعة نحو مواصلة المصير ونشر كل جديد في هذا العلم. تسجيل تجربتك، فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين. أخوكم الدكتور فارس الحجري.